مقبر للنصارى مقابر للمسلمين. شوف المنطقة هاي جامعة ثلاث ديانات هنا قبورها. دعينا نصلي إن شاء الله. هشام شكرا يا هشام, شكرا أول مرة نشوف, شكرا. السلام عليكم, السلام ورحمة الله وبركاته. شباب اللي معانا هنا, الشباب اللي بتقدر تساعدنا في الإنجليزي لأنه ما بنقدر نرد على الكل, اللي بيقدر يساعد يفهم الشباب فيش أي مشكلة, فساعدوا أخوتكم. دعينا نصلي في الأقصى. آمين آمين إن شاء الله يا رب. كل واحد مشتهي يا رب. إحنا حاليا واقفين ها فوق ماشيين على السور. أيه راح أنزل أنا من هناك إن شاء الله نصور مصلى باب الرحمة, لأنه ما صورناهش من آخر إن أسبوع ما صورنا. هات نشوفك أخوي, الله يسعدكم. وين القبلة؟ القبلة عنا هيك, هيك عنا إحنا القبلة يعني اتجاه الكعبة. يعني اللي بأمرات إذا اللي بيكون خارج المسجد مع بميل شوي صغيرة هيك. إحنا بنصلي في هذا الاتجاه, هاي قبة الصخرة, نصلي مع الاتجاه هذا إحنا هيك. شكرا على الدعم, شكرا يا شباب. طبعا هاي المنطقة مردومة وممنوع فيها الترميم لها عشرات السنين هيك. يا الله نصور لكم كنيسة ستنا مريم. بما انه صرنا طالعين على الصور فوق سنجيب لكم اياها من زاوية حلوة. هي هي. شكرا جولي. كنيسة القيامة, لا كنيسة القيامة جوا بالبلدة القديمة, والمسجد الأقصى جوا البلدة القديمة, لكن هو كنيسة القيامة بعيدة شوي لأن نمشي لها شوي يعني, ولا هي داخل البلدة القديمة أيضا. طيب هاي كنيسة ستنا مريم يا شباب, منطقة تسمى الجثمانية, تسمى رأس العمود, الطور, جبل الزيتون, كلها نفس المسميات. عمرك مشيت على باقي السور؟ مشيت انا صغير مشيت, وفي المدارس كنا نمشي واحنا شباب برضو مشينا, اما على اللايف بس مشيت هان, مشيت الزاوية هاي بس هيك ان شاء الله. تطلش لقدام. والله انا يلا هات نمشي نروح مصلى الرحمة, مصلى باب الرحمة وباب التوبة. يلا نعطيكم معلومة صغيرة عن باب الرحمة. هاي قبة الصخرة من هاي, انا في فيو حلو برضو للمسجد اللي بيحب يشوف. هاي شايفين. شكرا على الدعم, شكرا. شباب 135,000 لايك وصلنا, الله يرضى عنكم يا رب. اندونيسيا هنا لمشاهدة هذا الفيديو, شكرا. اوف احمد, شكرا يا احمد. طيب شوف اخوان, احنا اخوة ان شاء الله. شايفين هاي المنطقة لو انها تترمم, بس للأسف ممنوع فيها الترميم. شوفوا بس المنظر هذا, لو الاشي بس مرتب شوف الطريق يا اخي, فن معماري عريق ما شاء الله كان عنده. شكرا شكرا اللي بيشاركوا اللي بدعموا, الله يبارك فيكم يا رب, الله يسعدكم. ايش الركام هذا؟ هاي المنطقة شباب ممنوع انه حدا يلعب فيها, ممنوع انه يزيحوا فيها, ممنوع تترمم. الله شكرا شكرا. يسلموا يا حبايبين, الله يرضى عنكم. الله الله يبارك فيكم, شكرا. Thank you for gift. يا رب هات نمشي نكمل جولتنا. الله عليك شكرا.
طبعا انا هان جيت عزاوية ادعونا بس نعدي منها اخير. كيف حاله؟ الله يسلم. نعم بعرف والله، ما انا قلت، وانا قلت انه ممنوع. عيني نازل نازل نازل. الله يسعدك. الله يسعد. انا والله انا ماشي صعب الصبر، بلكي رحت نزلت من هناك خلاص. بس شوي شوي هسه عشان الاغراض. لا لا خلص ولا ولا يهمه. ثواني بعرف بعرف والله. شفت